وللحديث أكثر حول رهاب المدرسة يسرنا أن تنضم إلينا عبر تقنية الاتصال المرئية الأخصائية النفسية هدى جمال. أهلا بك أستاذة هدى في نشرة الثالثة. بداية ما هو مفهوم رهاب المدرسة عند الأطفال وما هي أبرز أسبابه؟ نعم، مفهوم الرهاب لدى الأطفال هو خوف شديد وغير طبيعي، يكون شيء لا يشكل خطر بالنسبة للإنسان السليم، يصيب عادة الذكور أكثر من الإناث، ويصيب ما يقارب 5% من طلاب المدارس، يكون من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة أو الإعدادية. أما أهم أسبابه فهي عديدة، نذكر منها أن الطفل يكون في حياته تحولات أو انتقالات كبيرة، مثل الانتقال من مرحلة دراسية إلى أخرى، أو الانتقال من صف إلى آخر، أو حتى الانتقال من مدرسة إلى أخرى. أيضا التغيرات الأسرية في حياة الطفل كالسفر أو الطلاق أو الحياة أو أي حدث صادم في حياة الطفل. كذلك أن يكون لدى الطفل قلق اجتماعي أو رهاب اجتماعي أو خجل. من الأسباب أن يكون الطفل خائف من التعرض للتنمر في المدرسة، أو يكون خائف من التحصيل الدراسي المتدني خاصة في المرحلة أو في مرحلة المراهقة. من الأسباب أيضا أن يكون لدى الطفل علاقة سلبية مع أحد المعلمين أو المدرسين، أو قد تكون هناك مخاوف تخيلية أو حقيقية. نعم أستاذة هدى، يعني لو نتحدث طرق علاج رهاب المدرسة عند الأطفال في مختلف الأعمار. نعم، يمكن هذا الخوف أو القلق أو الرهاب المدرسي عن طريق الذهاب أولا إلى الأخصائي النفسي أو المعالج النفسي للتعرف على أي الأسباب التي أدت إلى نشوء هذا القلق أو الخوف. يمكن استخدام استراتيجيات مثل التعزيز أو الترغيب، أي ربط حصول الطفل على المكافآت عن طريق التزامه بالذهاب للمدرسة، والعكس حرمانه من هذه المكافآت إذا لم يلتزم بالذهاب للمدرسة. يمكن استخدام أيضا ما يسمى بتقليل الحساسية التدريجي، وهي تعريض الطفل بشكل تدريجي لهذه البيئة التي تسبب له القلق حتى يتلاشى هذا الخوف نهائيا. هذه بعض الاستراتيجيات للحد من الخوف أو الرهاب المدرسي. نعم، الأخصائية النفسية هدى جمال، شكرا جزيلا لك.